في ناس كتير علقت على النت إن إزاي ربنا يحدد وقت وفي دقيقة بعد شهر ولا مش شهر. الكتاب بيقول ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة، ده غير إن ربنا مش إرهاب وكده هو، لكن في هدف كبير جدا الناس مش واخدة بالها منه، ومش الكل فتش الكتاب، ومش الكل ليه فكر الله، ومش الكل فحص تعاملات الله مع الإنسان. لما ربنا بعت يونان قال له قول للناس بعد 40 يوم تنقلب المدينة، مش ده تحديد؟ مش ده تحديد وتحذير وتوعيد؟ في تحديد وفي هدف الله كان قصده في التحديد. فمش الكل فتش الكتاب أولا، ومش الكل ليه فكرة الله، والكتاب بيقول الروح تفحص كل شيء، فمش الكل في الروح يفحص. إزاي ربنا ما بيحددش؟ لما يجي حد يشوف رؤية أو يسمع صوت ربنا يقول له في وقت، في شهر، في فترة معينة هجيب دقيقة، الاعتراض على إيه؟ طب ما هو الكتاب قايل ومأكد لنا مورينا كده هو، إن لما بعت يونان عشان يحذر وهو يشبه الموقف اللي احنا فيه، قال له بعد 40 يوم تنقلب المدينة. فإيه الهدف من التحديد وإيه الهدف من التحذير؟ أولا قبل ما ننسى، هو ما حصلش حاجة بعد 40 يوم، ما انقلبتش المدينة. فهل الكتاب كذاب؟ هل كلمة الله كاذبة؟ هل الله خداع؟ هل اللي كتب السفر ده خادع؟ هل الكتاب محرف؟ ما حصلش فعلا بعد 40 يوم حاجة. طيب هو ليه الله حدد وليه حذر؟ الله بيتعامل مع الناس بفكرهم بطريقتهم، مش لأنه هو كده. يعني في لوقا 19 لما قال هاتوا السيد المسيح، يعني قال هاتوا أعدائي هنا واذبحوهم قدامي، هل الله كان فعلا يتمتع بذبح خلقته؟ هل الله عايز فعلا يقتلهم يرهبهم؟ هل بيكرههم؟ داعش بيقتلوا الناس، فهل هو له فكر داعش؟ الله له نية داعش؟ طبيعته بقيت زي داعش؟ الله بيعرف يتعامل مع كل واحد بطريقة عايز يوصل له حاجة، زي الأم اللي بتقول لابنها اللي بيلعب في البلكونة وبيطلع فوق السور بتاع البلكونة اللي دورها 100 ولا وخلاص هيقع، فمن محبتها تقول له لو قربت تاني ولو اتحركت تاني هقطع إيدك وهقطع رجلك، وتمسك له سيخ. بتمسك له سيخ ليه؟ وبتوري له السكينة محمية بالنار ليه؟ الفيصل بتقول كده ليه؟ وبتعمل كده ليه؟ احنا بنحكم على الموقف بالكلمة وخلاص. فالناس بتفكر بعقلها المادي وكل شيء بيعملوا حساباته بالطريقة مادية. فربنا كان عايز يوقظ أهل نينوى أو يوقظنا بغض النظر، يوقظ أي حد في أي وقت بالطريقة اللي تنفع له، عايز يوصل له معلومة بطريقة محددة، مش تحذير يبقى تحذير مفتوح وخلاص. يقول لهم، يقول ليونان روح قول للناس أنا هعاقبكم وبس، تنفعش الطريقة دي، ما تنفعش، والصيغة دي ما تنفعش، أنا هعاقبكم وخلاص. لا، لازم يحدد وقت، ما ينفعش بدون تحديد، علشان ما يديش فرصة للتراخي للناس. ما الناس أصلا متراخية، هي الناس أصلا عايشة في باطل، احنا عايشين في وهم. الكتاب بيقول كده باطل الأباطيل والكل باطل، حياتنا باطلة. فالباطل ده على الأقل لازم يبقى حاطط يحط لنا في حدود، لازم يبقى في حدود، والحدود لازم يبقى في الوقت نفسه، يبقى في تحذير وحدود للوقت. ده شيء مهم جدا بالمعايير البشرية بتاعتنا، اللي احنا بنحسب كل شيء بالوقت وبالحجم. اللي عايز يشتري أرض يشوفش الأرض دي حجمها قد إيه وبكام، اللي عايز يشتري أكل، اللي عايز يشتري سلعة بيشوف السلعة دي حجمها قد إيه وبكام، عايز يشتري بيت، طب البيت ده الشقة دي مساحتها قد إيه. فالله بيتعامل معانا بنفس الطريقة، طريقة العقل المحدود. فلو قال ربنا ليونان روح قل للناس أنا ههلك المدينة
داس استقلص وخلصت يعني؟ ما ينفعش، هتكون رسالة بابها مفتوح ومش مغلق، يعني مش حاجة محددة، ما ينفعش كده هو خلاص. ده هو زي واحد متهم أو عامل حاجة في المحكمة بيحطوه في قفص اتهام. ليه؟ مش يربطوه كمان بيده بس، عشان يبقى في حدود يعرف انه ما يتعدهاش، عشان يبقى ليه حدود مساحة في الوقت، آسف، مساحة في الوقت ده اللي هو ربنا قال لي يونان عليه، يبقى في مساحة ما يتعداش الناس عليها، زي اللي في السجن ما يتعداش المسافة المحددة ليه. هو في زنزانة 2 متر في 3 متر، ما ينفعش يتعداها، هو لو قصر الحيطة هيتعاقب. فالتوقيت مهم جدا، بيخلي الإنسان في حدود، في حدود الوقت والزمن، عشان عقله يتفهم ان في حدود مفروض ما يتعدهاش، فده يخليه يشعر زي بهيمة ربطناها، تشعر البهيمة ما تتعداش الحتة دي، مربوطة بسلسلة بس المفروض ما تطلعش، ولو طلعت بره الحدود دي وكسرت الحيطة هتتعاقب. في حدود ليها مساحة مكان مفروض ما تتعدهوش، وما تقدرش تتعدى المساحة دي. ده الهدف والمغزى والحكمة بتاعت ربنا لما قال لي يونان روح قول للناس بعد 40 يوم ستنقلب المدينة. هدفه مش أن يقلب المدينة، هدفه مش أن يرعب الناس. ما ينفعش يقول لهم بعد أسابيع ولا حتى بعد ساعات، ما هو 100 سنة ما هي عبارة عن ساعات، لكن حدهم في مساحة زمنية، زي واحد حطناه في قفص الاتهام عشان يعرف حدوده. ده اللي ربنا بيعمله معانا، زي ما قال لناس الأيام دي، وزي ما قال للأخت في التسجيل ده، قال لها أن في شهر أنا عايزكم تستعدوا فيه، نقعد نعد بعد الشهر، ها ما حصلش يبقى الأخت دي نقتلها ونذبحها ونذبح أي حد اتكلم. مش نفهم ربنا عايز إيه؟ هو عايز يحد العقل علشان احنا نتنبه بأقصى سرعة، اللي عايز يتوب، اللي عايز يرجع. وفعلا في ناس تابت، وفي ناس في كل مكان وفي كل زمان. فلما يونان راح وكلمهم في خلال بس يومين، ربنا رفع الحصار، ومش رجع في كلامه، لأن الله بيرجع في كلامه، لا، تم الهدف، حصلت المشيئة، الله وصل لتتميم مشيئته، أن الناس فعلا تابت. في خلال أيام قال لأيوب، آسف، قال يونان شايف الناس رجعت إزاي؟ فزعل يونان، قال له بتزعل؟ طبعا موضوع تاني بقى، زعل يونان ده مشكلته، لكن رد فعل ربنا أن فعلا حقق الهدف بالخطة دي، ان حط ميعاد محدد، ما ينفعش يسيب الناس. الكتاب بيقول صرتوا كبهيمة، احنا زي بهيمة، ما ينفعش نتساب كده، هو بابنا مفتوح. لكن نيجي نتهكم على يونان نقول له يا صفتك يعني، او نتهكم على واحد شاف رؤية وقال له ربنا كذا. اولا ما فيش انسان كامل ممكن فهم او ادرك او اللي وصل له حاجة معينة قالها، يبقى نصدق ما نصدقش، والموضوع بين الإنسان وبين ربنا. فاللي عنده نية التهكم هيتهكم على المسيح نفسه، زي ما مسكوا له حجارة، نظام برابرة يعني، اليهود كانوا شغل برابرة، كل ما يجي يوحنا 8، يوحنا 10، إنجيل يوحنا، من إنجيل يوحنا إصحاح 5 لإصحاح 10 كل شوية يرفعوا حجارة عايزين يرجموه، يرفعوا حجارة عايزين يرجموه، إيه في إيه؟ عايزين نرجمك. طب ليه؟ أنا إنسان قد كلمكم بالحق، لا تحكموا حكم حسب الظاهر بل احكموا حكم عادل. ما نفعش، ما فيش كلام المسيح اللي هو كل اللي هو الكلمة اللغز برضو ما نفعش معهم. المسيح نفسه الكلمة اللغز في البدء كان اللي هو كلمة الله، اللي هو المنطق، اللي هو العقل، اللي هو كلية الحكمة المطلقة، برضو ما عرفش يوصل لهم فكره، رفع حجارة يرجموه. إيه ده؟ فالقضية تاري بقى مش في الكلمة، تاريها في الناس. المشكلة مش في الرسالة بتاعت الأخ أو الأخت اللي قالت بشوفت المسيح بيحذر، المشكلة مش في الشخص ده، المشكلة مش في الأخت ولا في الأخ اللي سجل، ولا المشكلة في المسيح، لما ما نفعش المسيح يرضيهم وما نفعش يوصل لهم
فكره. ليه؟ هم ما عندهمش استعداد للتقبل. فأي إنسان ما عندوش استعداد للتقبل لو جاله الله هيرفع حجرة ويرجمه. نفتح إنجيل يوحنا أصحاح 5:6-7-8. كم مرة مكتوب العبارة دي؟ ورفع حجارة يرجموه. كذا مرة، برابرة شغل برابرة. كم مرة رفعوا حجارة يرجموه؟ لولا أن في إنجيل يوحنا 8 في الآخر بيقول واختفى، ما ملهاش حل غير كده أنه يختفي. فينش يعني كان موجود اختفى، ما ملهاش حل غير أنه يختفي. وهو ممكن يختفي مننا احنا كمان، ممكن يختفي مننا احنا كمان. بيقول لهم اعملوا زي ابراهيم، لو كنتوا اولاد ابراهيم انتوا في عبوديه، احنا في عبوديه، احنا لم نستعبد. يا لهوي، كل ما يحاول يفهمهم مفيش فايده. فقال لهم طيب اهل نينوى سيدينكم، هيدينوكم. اهل نينوى اللي ما كانوش بيعبدوا الله سمعوا، تابوا بمنادات يونان، تابوا بكلمة بعد 40 يوم. ما مسكش يونان وقالوا هنجيب ورقة وقلم هنحسب 40 يوم 39 38 7. ايه ده؟ ده ايه ده؟ الفرق بين أهل نينوى، الفرق بين أهل نينوى واليهود أيام المسيح، إن أهل نينوى زي العذارى الحكيمات، أتينا بمصابيحهن مع آنيتهن، معهم أواني، معهم استعداد يتقبلوا ياخدوا من الله، عايزين فعلا يعرفوا، فمش هيتصيدوا لله أي كلمة. فاللي عنده النية يفهم هيصدق خرافه بتسمع صوته. واللي ما عندوش النية لو نزل الله هيقعدوا له يحسبوا له، وهيرفعوا حجارة تاني وهتتعاد القارة والزمن يعيد نفسه، هيرفعوا حجارة ويرجموه. دلوقتي واحد بيقول أنا شفت رؤية، نرفع حجارة نرجمه ولا نروح للمسيح نقول له هو فعلا أنت بعت الرؤية دي ولا لا؟ يعني ربنا لما كلم الأخت دي قال لها كلمة عبارة رائعة في الإنذار الأخير، قال لها قولي للناس طب ليه ما رجعتوليش، ليه ما جتوليش تسألوني هل فعلا ده كلامك يا رب ولا لا؟ ربنا قال للأخت دي قولي للناس ليه ما جتوليش تسألوني هل فعلا ده كلامي ولا لا؟ فالقضية مش في يونان، المشكلة مش في يونان ولا في أشعيا ولا في أرميا ولا في يوحنا المعمدان ولا في واحد قال أنا شفت رؤية. المشكلة في الإنسان نفسه، في استعداده. لو ما عندوش استعداد ده، حتى لو واحد جه كذاب خلاص خطيته على نفسه، حتى لو جه واحد ضلالي وكذاب مش مشكلة. ليه نفض نفسنا ونبقى فاضيين وفارغين ونشوف مين اللي قال وما قالش؟ خلاص كل واحد، ما اليوتيوب في ملايين من الحاجات، في ملايين 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 من الأنواع والقضايا، وفي ملايين من الرقص والأغاني والأماكن اللا أخلاقية. كل واحد بيعرض اللحن بتاعه، وزي ما المسيح قال ما تزعلوش نفسكم زمرنا لكم. أنا بزمر، أنا عندي لحن، أنت تسمعه وعايزه تتجاوب معاه أمين، مش عايز خلاص. فأي واحد يقول حاجة حتى لو كذاب خلاص، ليه نفضي نفسنا للناس؟ هل احنا فاضيين؟ هل احنا فارغين؟ هل احنا قصبة في مهب الريح؟ واحد نزل على اليوتيوب حاجة كذاب خلاص نصلي له. احنا بنقول احنا أولاد ربنا والناس دي وحشة، طب ربنا قال لنا إيه؟ للأشرار حتى وللأعداء قال لنا إيه؟ ربنا وصلنا إيه على الأعداء؟ احسنوا لمبغضيكم. مش أي حد ينزل حاجة، أنت يا صفتك يا نعتك يا كذاب يا مخادع، إيه ده إيه ده؟ طب الله قال لك كده يا أخي يا أبي المبارك؟ الله قال لك كده؟ الله وصنا كده؟ الله وصنا كده؟ لما يجي واحد يشوف رؤية أو يشوف حاجة، الله وصاك إنك لو حسيته إن هو قعدت تعدله شهر، ها أنت قلت شهرين، ها ربنا قال لنا كده، ولو ما طلعش يا صفتك يا نعتك نقتلك، هذا هو الوارث هلما نقتله، وزي ما عملوا مع المسيح بيرفعوا حجارة ويرجموه، عايزين نرجمه؟ هو الله قال لنا كده؟ أنت بتقول إن فلان طلع كذاب وفلان اللي شافت الرؤية، طيب أنت صح، طب الله قال لك إيه؟ اللي حابب تمشي في الصح وفي الحق، الله قال لك ايه؟ احسنوا الى مبغضيكم واحبوا اعداءكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، زي ما المسيح على الصليب صلوا للي بيطلب. ده لو احنا صلب، ده لو واحد صلب انسان، ولو واحد المسيح قال صلوا ليه وهو عمل كده.
ده باختصار عشان محدش يضيع وقت ومحدش هيفيد حد ومحدش هينفع حد. واحد نزل على اليوتيوب حاجة طلعت كذاب، خلاص نصلي له. ولو فعلا هي حقيقة أو مش عارفين نطلب من ربنا، نرجع لله. فين الله في حياتي؟ فين الله في حياتنا؟ لو حقيقة وحاضر قدامنا، طب ما نقول له يا رب هو فعلا ده كلامك؟ زي ما المسيح قال للأخت دي، قولي للناس لما سألتنيش. نقول له يا رب لو الله احنا يعني عايشين معاه بجد، يا أبانا الذي هو فعلا أبانا وهو فعلا كما في السماء كذلك عايشين كما في السماء. لو احنا عايشين في السماء، في حد في السماء هيرفع حجارة ويرجم حد؟ لو احنا عايشين كما في السماء، في ناس في السماء ترفع حجارة وتقتل حد؟ في السماء بيصلوا، سواء بيصلي للقديسين، بيصلي للناس التايبين، بيصلي للناس الأشرار، هيصلي. فالمفروض رد فعل أولاد ربنا على أي واحد نزل حاجة، فيديو أو يوتيوب أو نزل رسالة، مفروض رد فعل أي حد من أبناء الله، أي راهب، رد فعل أي كاهن، أي زوجة كاهن، لأن ناس كتيرة بعتت وقالت أنا زوج كاهن، أنتوا كذابين كذابين. طيب أيته الأخت المباركة، الأم المباركة، الله قال لك إيه لما يبقى في واحد ضلالي، واحد كذاب؟ نصلي له، مش نرفع حجارة ونقتله. أي مطران، أي أسقف، رجل الله، مفروض يتعامل إزاي مع الناس الضلالية الكذابين؟ نصلي له. وما نضيعش وقتنا مع أي حاجة، ونرجع لله ونسأله. لو احنا عايشين نحيا ونتحرك ونوجد بجد وبصدق وبنتناول جسد المسيح وبنتحد بيه هو فينا واحنا فيه، يبقى هو موجود، والذي رأيناه لمسناه يبقى حقيقة. نسأل الإله الحقيقي اللي احنا عايشين معه واحنا أعضاء فيه، فلذات كبده ولحم من لحمه وعظمه وعظامه، زي ما القديس بولس قال، نسأله لو احنا فيه، نقول له هو ده كلامك؟ ونصلي للناس لو اكتشفنا ان هم اشرار وخطا. بس نفهم فكر الله ونفتش الكتاب ونقرا كويس، ان الله لما بعت ليونان قال له بعد 40 يوم ستنقلب المدينه. اولا المدينه ما انقلبتش بعد 40 يوم، ثانيا كان ليه مغزى الله وفهم وحكمه ان يحد الناس اللي احنا عايشين في سراب غير محدود. فالله بيحدنا والله بيتعامل معانا بالطريقه بتاعتنا، وليه هدف ومغزى. وبعد يومين ثلاثه رفع الحصار ومش رجع في كلامه، لا، حقق الهدف. يا رب كلنا، كل الناس اللي في الدنيا تفهم فكر الله وتفتش الكتاب وبحكمة، وتطلب من الله لو حقيقة حقيقية باستمرار هو حقيقة حاضر قدامنا وعايشين كما في السماء، نعيش بالمفهوم ده ونعيش بشكل أولاد الله زي ما صورة المسيح على الأرض، مش نرفع حجارة على كل واحد. كل واحد مش هيحصل. طب بعد ما رفعنا حجارة، بعد ما رفعوا حجارة على المسيح، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. مين اللي استفاد؟ الله يدينا نعمل مشيئته، لأن الوقت مقصر بحقه حقيقي.